في جلسة في حمص مدينتي كانت هناك صبية جميلة حسناء. في كثير يا سيدي مو بس واحدة. واصل صبايا، لكن هناك صبية كما يقول الشاعر سيد عقل: وحصرت الشعر عن مفرقها أسأل الحسنى أفي الشام أقام، تقف النجمة عن دورتها عند ثغرين فينهار الظلام. أو كما قال العباس بن الأحنف: لو قسم الله بعضا من محاسنها في الناس طرا لتم الحسن في الناس. هذه الصبية نظرت إلى يديها، لم أجد أي خاتم، فعرفت أنها هذا من شايف الشباب يعني. والله مو كثير، مو كثير يعني، مو كثير يعني، مو كثير. لا 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 تقطع بالزمن، لا لا ما بالشباب مش عارف من كم شباب. لم يقل البدوي الجبل: أتسألين عن الخمسين ما فعلت، يبلى الشباب ولا تبلى سجاياه، في القلب كنز شباب لا نفاد له، يعطي ويزداد ما ازدادت عطاياه. فهذه الصبية سألته: هل أنت متزوجة؟ قالت: لا. مخطوبة؟ قالت: لا. طيب عاشقة؟ ابتسمت قالت: لا. طيب يا أخي أنت جميلة يعني في العشرينات من العمر. قالت: الشاب أو الرجل الذي يعني سيعشقه قلبي لم أجده بعد. فبعد أيام كتبت لها على لسانها: سألوا ألم يعرف فؤادك مرة طعم الهوى نار الجوى، فانساب طيف عابر أفق الخيال، قالوا صفيه وأكثري من وصفه، فحديث أصحاب الهوى سحر حلال. فأجبتهم: لا تعجب، فأنا الذي أحببته هو سيد بين الرجال، هو شامخ إن مالت الدنيا بنا، وإذا قسى هذا الزمان يفيض نبعا من حنان، إن غبت عنه سكنت طي فؤاده، وإذا حضرت بدوت في عيني سيدة المكان، أنا حلمه في حلمه، أنا نوره في فجره، أنا بسمة في ثغره، أنا حلوة في عينه طول الزمان، فإذا بدا حضن المدى نور الأمان، وإذا مشى دخل الحشا وتنسمت روحي أزاهير الجنان. لا تعجبوا، فأنا الذي أحببته هو سيد بين الرجال، أترى ألاقي مرة في العمر من أحببته، أم أن من أحببته ليس سوى خيال. حوار: ابني يسألني: يا أبتي أين أحلامكم أنتم التي انكسرت؟ أين تحرير فلسطين؟ وأين الوحدة العربية؟ وأين وأين وأين؟ فكتبت حوار. توقف عطشا أرهقه السير طويلا في جوف الصحراء، نظر إلى والده الشارد نحو غيوم شاردة خلف الآفاق وضج سؤال: يا أبتي أين الواحة؟ أين الماء؟ أين الثمر الحلو بطعم ثمار الجنة؟ أين الفردوس كما قلت؟ وأين بهاء الأشياء؟ طالت رحلتنا يا أبتي تحت صهار الشمس، ولم يبق من الزاد سوى قطرات من ماء. يا أبتي هل خانتك الذاكرة؟ أم خدعتك مراوغة الأسماء؟ أيكون القفر لنا قبر ويضيع الرمل حكايتنا؟ هل هذا زمن الشيطان وقد أدركنا ذاك الآن؟ صمت الوالد زمنا يكفي ليراجع كل العمر المتسرب من بين أصابعه العجفاء، حرك شفتين تشققتا عطشا لندي الكلمات
وقد حبست زمنا في جمر الآهات. يا ولدي تعب الجسد وهذه الروح ارتضت بالخيبات، أكمل سيرك وحدك يا ولدي، أكمل سيرك، لكن لا تحني ظهرك إلا كي تحمل طفلا أو تقطف زهرة حب أو ترفع إنسانا من هوة ذل أو حرمان. لا تحني الظهر بتاتا إلا كي تغرس شجرا. كن حرا يا ولدي تدرك جوهر كل الأسماء، كن حرا يتعرى الزيف ويشرق كالفجر بهاء الأشياء. وامضي خطواتي يأسرها قيد السنوات، قدري ألا أصل إلى الواحات، إلى الواحات، حلمي مكسور كالسنبلة العطشى، وكم طاقت أن تطعم كل الفقراء. لكن الأمطار تناءت يا ولدي والغيم تناثر كالأشلاء، ومشى الابن مشى فوق رمال الصحراء، خطى خطوات لم يلفت للخلف الرأس، وكان الكون يضج بكاء والقلب تقرحه الجمرات. صعد الابن تلال الرمل نظر إلى الآفاق وعاد ينادي فرحا، هيا يا أبتي انهض انهض، هيا يا أبتي يا سندي، أقسم لم يبق سوى خطوات كي نصل الماء. وشكرا لكم. بارك الله فيك.